بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق 26 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس شركة STC وكأس البحرين الذهبي وكأس الملاك وكأس الروضة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وقام ممثلو شركة STC بتتويج الفائزين في السباق بكؤوس STC، حيث قام السيد عمران أسلم رئيس الاستراتيجية والحوكمة بتقديم كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز آلان سميث، فيما قدم السيد هشام مصطفى رئيس قسم الأعمال والشركات كأس الشوط الثالث إلى الفارس الفائز جيرالد موز، ثم قدم السيد ميتن زافريك الرئيس التنفيذي لـSTC بي كأس الشوط الرابع إلى يوسف زويد، كما قدم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، فيما قام الشيخ زياد بن فيصل الخليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية بتقديم كأس الشوط السادس إلى المضمر الفائز آلان سميث، وقدم كأس الملاك للشوط السابع إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، كما قدم كأس البحرين الذهبي إلى المضمر الفائز فوزي ناس، فيما قام السيد يوسف بحجي المدير التنفيذي لشؤون العمليات بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الروضة إلى لويس مسؤولة الجيادة العربية بالإسطبلات الملكية. هذا وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.